في موضوع آخر، قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الجابر الصباح أمس إن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات لحماية مياه الخليج من التلوث. وأضاف الشيخ عبد الله الصباح في كلمة خلال ورشة أو بعنوان خبراء المحيط بدول مجلس التعاون الخليجي أن من بين الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد تشكيل لجنة وطنية دائمة لإدارة الوضع البيئي في الكويت وفي الخليج. إسهامات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنمية الاقتصاد العالمي بتسهيل الحركة البحرية، مشاركتها مع المنظمات الدولية وتوقيع المعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية ومنع التلوث، والتعاون الإقليمي والدولي لحماية البيئة البحرية في المنطقة، محاور ورشة عمل خبراء المحيطات بين دول مجلس التعاون التي استضافتها دولة الكويت. تواجه بيئتنا البحرية العديد من المصاعب خاصة في منطقة جول الكويت الحساسة بيئيا لكثرة الضغوط التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية. لذلك اتخذت الهيئة العامة للبيئة العديد من الخطوات للحد من التلوث في المنطقة، يتقدمها تشكيل لجنة وطنية دائمة لإدارة الوضع البيئي في الجون ووضع برنامج عمل لتأهيله. البيئة وتحديدا البحرية تواجه تحديات مختلفة أبرزها الصيد الجائر والتلوث والعبث بالثروة المائية، سيتم مناقشتها في هذه الورشة ومحاولة إيجاد الحلول الفعالة والسريعة لها. وجودنا اليوم للتباحث مع زملائنا من حول العالم بمن فيهم الكويتيين والخليجيين بالمشكلات والحلول البيئية التي يوليها الرئيس الأمريكي اهتماما بالغا أيضا. هناك تركيز على ثلاثة قضايا: الصيد الجائر في المحيطات، والمشكلات التي تواجه الثروة السمكية في مختلف أنحاء العالم، والقضية الثالثة هي التحول المناخي الذي يشهده العالم وآثاره السلبية. أهمية الاجتماع تكمن في أنه يمثل تجمع للعديد من الخبراء في المنطقة وبعضهم على مستوى العالم. هذا التجمع يمثل نقطة التقاء وتبادل للخبرات والاستفادة من الدروس التي تقدم خلال هذه الورشة. التحديات هي التحديات التنموية، يعني كيف نحن نتغلب عليها إن شاء الله، وحاليا نحن قاعدين بالإدارة البيئية إن شاء الله نتغلب على هذه الأمور كلها إن شاء الله. هذه الورشة التي ضمت خبراء في البيئة من دولة الكويت والخليج والعالم تعد خطوة بناءة في مسيرة الحفاظ على البيئة البحرية من خلال تكاتف جماعي وطني ودولي. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.